بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا وسهلا بحضراتكم. من وقت ما سمعت خبر فسخ عقد يوسف البلالي من قبل نادي قطر القطري وانا متفاجئ جدا، وبصراحه مش لاقي اي حاجه بالعقل والمنطق تقول ان الناس دي كان عندها حق ان هم يفسخوا عقد يوسف البلالي. الموضوع راكب على فكره ان يوسف البلالي سجل هدف بمنتخب قطر امبارح، بس هو الموضوع مش لاقي له اي حاجه تانية غير كده بصراحه، هو راكب عليها بالظبط. لان لو قعدت افكر، يوسف البلالي هل هو بيعمل مشاكل؟ لا. هل يوسف البلالي برغم كل الكلام الكتير اللي كان عليه ده رد غريب؟ لا ما ردش، الراجل كل رده في الملعب. هل يوسف بلالي بيقدم مستوى سيء؟ لا بالعكس، يوسف بلالي بيقدم واحده من افضل المستويات ليه من ساعه ما بيلعب ملاعب كوره. فالموضوع صعب انك تقرر تسيب يوسف بلالي لو القصه قصه كوره بس، انما لو القصه قصه انه جاب جول في منتخب قطر فانت بترجعنا للماضي بتاع 2002 لما لعيب كوريا الجنوبيه سجل في منتخب ايطاليا وكان معار لنادي ايطالي ففسخ العقد بتاعه بعد ما سجل في منتخب ايطاليا الهدف الذهبي. فبنرجع احنا للذكريات دي علشان نقعد نبص، يا لسه في ناس في العالم العربي بيفكروا بالعقليه دي؟ لسه والله. بس هل يوسف بلالي خسران؟ لا هو مش خسران بصراحه، لان انا لو منه اخد كل المستحقات الماليه بتاعتي في النادي واخد العقد بتاعي كله، بما انهم هم اللي عايزين يفسخوا العقد. اما البلالي هو اللي طلب فسخ العقد؟ بصراحه ما اعتقدش جدا. اما يوسف بلالي ليه مصلحه فسخ العقد دلوقتي؟ يمكن ربنا كاتب للبلالي ان هو يلعب في نادي كبير في اوروبا، او يلعب حتى في نادي متوسط في اوروبا، او حتى يلعب له دوري فرنسي 3 4 سنين لحد ما يختم مسيرته. يمكن ربنا اراد ان انت تعلى عن الخطوه اللي انت كنت فيها في قطر، يمكن ربنا بيرد لك حاجه افضل بكتير من ان انت كنت موجود في الدوري القطري او الدوري السعودي. اتمنى انك ما تخرجش تجربه الدوريات الخليجيه تاني، عشان خاطر الجماعه هناك الموضوع مش موضوع احتراف خالص. الموضوع ممكن يكون في ارباح ليك كلاعب وفي اموال، بس انت معرض لاي لحظه للطرد مع الاسف، لان الكوره هناك مش احتراف بس. فاتمنى انك ما تخرجش تجربه الاحتراف الخليجي تاني، الا لو افريقيا اتاجلت. بس افريقيا اعلنوا رسميا ان هي هتستأنف في ميعادها، وان هو مفترض مطلع الشهر الجاي. اتمنى انك تصبر وتهدى كده، وبعد امم افريقيا ان شاء الله باذن الله يجي لك حاجه حلوه. ان شاء الله باذن الله انا اتمنى كل التوفيق ليوسف البلالي، ومش عارف الاخوه في قطر هيفضلوا بيفكروا بالمناطق دي لحد امتى. بس يلا، هي يعني من يومين كانوا شارقين الجون بتاع يوسف البلالي في المغرب عشان خاطر يعرضوه في شركات الطيران، والنهارده بيقرروا يفسخوا عقد يوسف البلالي مع قطر القطري. مش فاهم، وفي الاخر مطلوب مني ان انا اصدق ان الموضوع كله ككوره بس؟ لا الموضوع مش كوره خالص بصراحه. يعني لو الصراحه بتاعتي بتزعلك فاعمل ديسلايك للفيديو، لو الصراحه بتجيب معاك اعمل لايك وسبسكرايب في القناه، وفي الحالتين يوسف بلالي